السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hello my dear viewers. إن شاء الله فيديو النهاردة هنتكلم عن الـ English Idioms. هو فيديو من سلسلة فيديوهات الـ English Idioms. فأنتم مستعدين معنا؟ يلا بينا نبدأ فيديو النهاردة. Let's go. لو أنت عاطل out of work وبتدور على شغل بس مفيش فايدة، فحاول يكون عندك عزيمة وما تفقدش الأمل، ودايما بص لنص الكوباية المليان. Look on the bright side. ولو بعد مجهود وتعب لقيت خلاص الشغل، بس المشكلة هنا بقى اللي هو المرتب أو العائد المادي قليل، فحاول live from hand to mouth. live from hand to mouth يعني تعيش على الكفاف، على قدك، يعني مد رجليك على قد لحافك. ولو أنت مبتدئ في إدارة حياتك وإدارة رأس مالك، حاول تقرأ شوية في علم الإدارة عشان تقدر make ends meet، تقدر تصرف نفسك وتدير رأس مالك بحكمة. كان معكم أحمد عاطف من قناة القاموس الإنجليزي. تعالوا بقى مع بعض نحط إيدينا على المصطلحات والإيديومز اللي احنا قلناها في النصيحة اللي قلتها لحضراتكم ديت، ونشوف معانيها إيه. Let's go. أول مصطلح معانا اللي هو عاطل، out of work، وده معناه unemployed or not working. ده أول واحد. على سبيل المثال لما أقول Gary was out of work for a year before finding a new job. Gary was out of work for a year before finding a new job. Gary كان عاطل عن العمل لمدة عام قبل إيجاد وظيفة جديدة. المصطلح الثاني معانا وهو look on the bright side. دايما بص لنص الكوباية المليان، حتى بنقولها كده في الثقافة عندنا. معناها to be optimistic. To think about the positive part or aspect of a situation. دايما تفكر في الجانب الإيجابي للموقف اللي قدامك. على سبيل المثال لما حد يكلم شخص فقد وظيفته فأقول له You lost your job. Look on the bright side. Now you will have more free time. انت خلاص فقدت وظيفتك، بص بقى على نص الكوباية المليان، ودلوقتي أصبح قدامك وقت فراغ كبير ممكن تقدر تشتغل في حاجة انت بتحبها او تطور مهاراتك في حاجة معينة. فدايما ابص على الجانب الايجابي اللي هو انت عندك وقت فراغ ممكن تستغله، واسيب الجانب السلبي اللي هو خسارة الوظيفة. المصطلح اللي بعد كده اللي هو to live from hand to mouth، يعني يعيش على قدر قليل من المال. to live from hand to mouth. to barely have enough money to survive. For example, على سبيل المثال George is really poor. He lives from hand to mouth. المصطلح الأخير معنا to make ends meet. معنا to manage one's money so as to have enough to live on to be okay financially. يعني إن أنت تقدر تدير مالك بحكمة وبشكل عقلاني يناسب احتياجاتك. For example, If you can't make ends meet, you'll need to start spending less. يعني انت لو مش هتقدر تدير مالك بحكمة، انت محتاج تنفق اقل من كده. اشكركم على حسن الاستماع والمشاهدة. اتمنى الناس تدعم الفيديو وتعمل له شير عشان تفيد اكبر قدر من الناس، وما تنساش طبعا اللايك كويس. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. See ya.